تعال نتفق على شغله، ما بدي ضلوا تتخانقوا الار وال اي. صحيح عادي بلاد شنق حاله، تصالحوا لشو؟ صالحوا. هذا الظاهر ما عم يسمع، تعال عملنا فيه شي فيلم. لا مو هيك، هو بس ما عم يسمع. مين حالك عم تسمع؟ دب. شفت حبيبي؟ هيك ما بتسمع، ضب علي، ضب علي. اوكي. هي بس عندكم بيسمعوا فيها، نحن عندنا هون بس بيشتغلوا، مو؟ طيب، يلا. رح نعد لكم هلا المقادير منشان تحفظوا، احفظوا معي منيحة. عنا نص كاسة حمص منقوع بالمي، وعنا يعني تقريب الكاستين فول مقشر ومنقوع بالمي، تقريبا شي 12 ساعة لازم يكونوا منقوعين. عنا 3 روس توم، وعنا 4 أو 5 بصلات مقطعين. عنا كزبرة مفرومة ناعمة، وبقدونس مفروم ناعم، وملح، ومعلقتين طحين، وبهار، وكزبرة يابسة، وعنا حد أو شطة بقلولة، وعنا شو اسمه ها؟ ذكرني شو كان اسمه؟ كمون. كزبرة يابسة. لا كمون، هذا الصح. هذا فلفل أسود، وهذا بيقولوا له بحطوه مع القاتل. اخي حاش تلعب فيها، حاش تلعب فيها يا حبيبي. اسمع كيف بدك تحفظ هلا؟ انا حافظ بحفظ. طيب عندنا بكن بودر، وعندنا قرفه، وعندنا كربونات. حفظتوهم؟ كربونات؟ ايه، هي كربونات مشان ترفخ او تنفخ او تنفش العجينه، عرفت؟ مشان قرص الفلافل هيك يصير سبين يعني. معي انت؟ معك. طيب حبيبي، هلا طريقة التحضير كتير بسيطة، شايفين هالعدة كلياتها؟ منحطها بهالماكينة ومنخبصها، يعني مندور عليها بتصير طر، يعني الحمص مع الفول، بعدين منضيف لهم البهارات. هلا بس تصير العجينة جاهزة، نحن منضيف البقدونس فوق منها، هذا البقدونس اللي هو مقطع ناعم، تمام؟ هلا هي الشغلة بدها شي ساعة ونص، أنا مشان ما نتأخر بالوقت، أنا محضر العجينة وجاهزة عندي بالبراد. جاهزين انتو؟ جاهزين. طيب هلا نحن رح نشعل تحت الزيت، هي شعلنا تحت الزيتات مشان يحموا لبين ما نحن نكون عم نحضر براس. لا اخي حاج بحب الموسيقى كثير كثير. هي العجينة الجاهزة، ماشي الحال؟ هلا يا حبايبي، هذا الآلة اللي بدنا نشتغل فيه شو؟ فلافل. برافو عليك. هلا هنا بحطوه بالمي مشان سهولة. ليش عم تضحك؟ هلا انت يا بتضحك يا بتحرك، عم حافظك الاكله ما في منها بلاد الغربة عشان اهلها. فهمنا. ماشي الحال، هات نشوف حمى الزيت. كيف بشوفوا اذا حمى الزيت؟ تمام، حمي الزيت. طيب تسلموا يا اياد. هلا بنبلش. هدول طبعا انا رح اعمل لكم قرصين ثلاثه مشان تدوقوهم بس، يعني مشان نترك الباقي مشان صيران المطار، عرفتوا علي شلون؟ هدول بس دواقه. اي حبيبي انت وياها. كترهم شوي. ليش ذكارة فيك؟ عندك مساعدة؟ لا الله يسلم ايديك. هاي لازم واحد يغصه. شكلها بدها تطلع طيبة الفلافل. صحتين. وهنا مطرمي، اعطيني هي المصفاية صغيرة وصحن اوام مشان شيلهم، رح يحترقوا هدول. اخي شوي شوي بتحرقوا حالكم، شبكة اضرب انت البيس على خلص. تو بدك حطهم هذا. شو كنت بدك تقول انت؟ هذا الفلافل بدها تنحط شيء معها ولا شو؟ ما فهمت. هون حطنا الجماد يا سيدي. الفلافل بتتقدم معها سلطات. هلا في نوعين ثلاثة من السلطات.
هلا في سلطه بيحطوا فيها طحينه وحامض وشويه بقدونس وبيقدموها معه، وفي سلطه من البندوره ومن الخيار. هلا يا بتتقدم داخل الساندويتش يا اما بتتقدم كوجبه. بقول لك شغله، حاول احفظها مشان تطلع لعند اهلك، يوم على الاقل تعلمت لي شي شغله هون. هو عم حاول يعني قدر الامكان. بس لاطلع يفتح محل اول لما ما تصور لنا. ايه وبعد وراي الله يسترك. حاكي انا عم ما بحبوني ولا بحبوا ولا بحبوا، بعدين ما في غير كل شوي والتاني بقول لها لمرتي بدي اعطيكي لمسلم على مدري ابن خالتها مدري ابن عمتها شيء بضحك. انت ما بتعرف شو يعني انه مرتك عمك ابو مرتك يكون ما بحبك. بس مهضوم يعني ظريف.